خلينا نبدأ بفكرة هنا كابتن سيد عبد الحفيظ، وكابتن سيد عنده دايما الجملة دي، يقول لك اقفل الصفحة وخش على اللي بعدها، حتى واحنا فايزين، فايزين مش فايزين، اقفل الصفحة وخش على اللي بعدها. هو ده اللي امبارح قاله كابتن سيد بعد الماتش، وأكد كمان إن جميع المباريات اللي بياخدها الأهلي في غاية الأهمية سواء على المستوى المحلي أو حتى دوري أبطال إفريقيا. يعني كلام كمان كان مهم جدا والرسايل قالها، بس خلينا بدل ما احنا نقولها لحضراتكم نروح نسمعها منه شخصيا ونرجع نكمل. الحمد لله، طبعا يعني فوز مهم زي ما انت قلت في الدوري مع الفرقه اللي يعني قريبه منك، يعني فرق نقطتين بس، وفرقه طبعا الحقيقه عامله شغل كبير قوي السنه دي يعني. لكن اللي عايز اكد عليه بس ان احنا كان عندنا اسبوع صعب، اوله عدى على خير ان شاء الله الرحمن، ان شاء الله الرحمن باذن الله يبقى اخره على خير برضه باذن الله. هنروح نتعشى دلوقتي وبعد كده هنطلع على المطار عشان عندنا حاجه مهمه جدا برضه في افريقيا ان شاء الله الرحمن. يا رب الاسبوع زي ما قلنا يعدي على خير باذن الله تعالى. هون دايما على شخصيه لعيبه النادي الاهلي وعلى الروح، لان التلاحم كبير والضغط كبير جدا، بنقول الله يكون في عين اللعيبه، الله يكون في عون الجهاز الفني، ما بتلحقش تذاكر الفرقه ريكفري، امر صعب جدا، لكن النهارده هي الروح يا كابتن سعيد. انت ارتضيت بالامر ده خلاص، فلازم تبقى عارف كويس قوي ان خلاص المباراه كلها حاسمه وكلها فاصله، مش عايز اقول انها نهائيه لكن مهمه في المشوار المحلي زي مباراه سان داونز مهمه. هنتعشى دلوقتي وهنبص على طريقنا ان شاء الله، ومن بكره الصبح ان شاء الله الرحمن عندنا برضو نهايه اسبوع زي ما بقول، زي ما قلت للعيبه قلنا واتكلمنا مع بعض ان احنا عندنا اربع خمس ايام قول اسبوع مهمين جدا جدا، سواء كان على المشوار المحلي او المشوار الافريقي. خلاص الصفحه اتقفلت كالعاده، مطلوب ايه من اللعيبه قبل المباراه؟ مطلوب ايه مباراه سان داونز؟ ياكلوا النهارده كويس، وبعد كده ان شاء الله الرحمن نفكر في موقعه برضو صعبه قوي، لكن ان شاء الله الرحمن ان شاء الله الرحمن ربنا يكون موفقنا فيها باذن الله تعالى. سالتك الجمهور يا كابتن سيد. يعني اهو ادي انت شايف يعني روح الكره الجمهور، روح الكره الجمهور، وما فيش حد بيتضرر ابدا من غياب الجمهور قد جمهور النادي الاهلي او قد النادي الاهلي. طيب ده كان جانب من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ.